السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم كلام سريع عن واحد من أعظم القادة في الإسلام، ومش هتكلم عن حياته كلها، أنا هاخد بس نقطة واحدة كانت استوقفتني لما كنت بقرأ في التاريخ الإسلامي، وهو المهلب بن أبي صفرة. المهلب بن أبي صفرة من أعظم القادة والفاتحين وأعظم العسكريين الموجودين، وليه خطط تدرس، ومعروف بشجاعته ومعروف بقوته ومعروف بحاجات كتير جدا. بس انا هاخد بس نقطة واحدة انا محتاجها دلوقتي، لان انا ما بحكيش قصص، انا بس في فايدة مثلا بلاقيها عجبتني فبقولها. المولى بن ابي صفر وجد في فترة كان فيها فتن كتير، وكان في تنازع بين امراء وبين اهل فضل، كلهم كل واحد بيدعي ان هو على الصواب. وكان نفس الفترة دي اللي كان موجود فيها الحاج ابن يوسف، والحاج ابن يوسف انحاز لواحد فيهم. وكان ساعتها يقال عبد الملك بن مروان هو أمير المؤمنين، لا أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير، لا أمير المؤمنين هو سيدنا. فكان في كذا واحد، وكل واحد معاه طائفة، كل واحد طائفة شايفة إن هو صح. طيب هو يعمل إيه؟ هو قال لك طب انا عايز اخدم الاسلام، ومش عايز اخش في وسط المشاكل دي كلها، انا هسيبني من الناس ديت، الناس دي انا مش عارف مين الصح ومين الغلط، انا هروح اشوف ناس انا واثق ان هم غلط، وهم دول اللي انا هخدم الاسلام بان انا احاربهم، اللي هم مين؟ الخوارج. انت عارف الخوارج مش ناس نتنا ما بيستحموش، لا، كان عارف الخوارج عنده الناس اللي بتهجم على القرى الآمنة وتقتل الناس اللي فيها. ده تعريف جميل. يعني لو واحد معتقد رأيه وقاعد لوحده، ما أنا ماليش دعوة بيه. لو واحد ده ممكن يروح لواحد فقيه يقعد يناقشه ويناظره. إنما واحد بيهجم على الناس ويقتل فيهم ويسرق الفلوس اللي فيهم، ده بقى قطع طرق. فجعل همه كلها إن هو يحمي الحدود، ان هو يحمي الكرة الآمنة. الناس اللي معاه مقتنعة بكده، ان لو عرف ان في قرية آمنة موجودة وناس هتهجم عليها من ناس الخوارج، من الناس اللي هي شايفة ان هو حلال ان هم يقتلوهم، ان هم بس المسلمين، ناس بتهجم على الكرة الآمنة، ناس بتتعدى على الناس الآمنين، ده كان بيروح يتصدى ليهم، وكان بيبذل كل قوته ان الناس ديت ترجع لجحورها تاني، ان الناس دي تنتهي. هو ده اللي عمله مولى بن صفر. ايه الشاهد من القصه؟ احنا عايزين القصص نفكر فيها مش نتسلى بيها. شاهد دلوقتي في ظل الازمه اللي موجوده وفي ظل الفتن، وممكن تكون انت مش عارف ايه الصح او الغلط ومش عارف تعمل ايه، وحاسس ان اللي بيتقال لك بيبوظ العمليه اكتر. حاول تخدم الإسلام في حاجة تانية، حاول تصلح من حيث ما تفسدش. حاول أولا لازم نتجنب إن إحنا نقعد نشرب في بعض، إن إحنا في قاعدة أساسية إن مفيش غيبة، إن القاعدة الأساسية اتعلمناها اللي هي الاحترام الآخر. قاعدة أساسية ما حد قال لك بقى، دي قاعدة أساسية اللي هي إيه؟ يسخر قوم من قوم، آية في القرآن. فأي حد هيقول لك اعمل كذا وكذا، لا، ما فيش حاجة اسمها ان انا اشير حاجة تسخر من حد. انا بتكلم من ناحيتين، ما حدش يقعد يقول الخروف، واحد يقول لك اللي بيعبدوا البيادة او اللي بيحصل البيادة، لا، ولا تنابزهم بالألقاب. انا حاسس ان المشكلة عندنا اخلاقية اكتر من سياسية او عسكرية الدولة. لا، الأخلاق أهم حاجة، الأخلاق هي اللي بتكون الدول المتقدمة. احنا نحاول نصلح بين المسلمين، وفي حديث إن ابني هذا سيدا ولعل الله أن يصلح بين فئتين من المسلمين. الحديث ده مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا حسن إن ابني هذا سيدا ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. الله، ده في فئتين مسلمين هيتخانقوا، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفرش حد فيهم.
قال لك فئتين من المسلمين، الاثنين مسلمين بس اختلف في الرأي، وكانوا شايفين كل واحد فيهم شايف ان هو اللي صح وان كلامه هو الصح، فحصل الاختلاف. فما حصل ان كلنا مسلمين، كلنا مصريين، كلنا بلاش كلمة ايد واحدة عشان بقيت الشاب منها، كل ما تقل ايد واحدة الاقي تاني يوم مجزرة بين الايد الواحدة. خلينا نقول ايه، كلنا مع بعض عايشين في مكان واحد في ارض واحدة، فلازم نتقبل الاخر ولازم نسمع له، مش لازم هو اللي يسمعني، لا لازم اتنازل عن حاجات بس ما تكونش حاجات اساسية. يعني انا عارف ان في حاجات اساسية وحاجات مش اساسية، اتنازل عن الحاجات اللي ينفع اتنازل فيها، اللي ما تضرش العقيدة بتاعتي، اللي ما تضرش الاساس بتاعي. يعني انا عارف ان عندي نقاط كتيره، في حاجات فيها اساسيات وفي حاجات ممكن ان انا اتنازل فيها واتفاوض فيها عشان الامور تمشي. نحاول نصلح، نحاول نخدم الاخرين. يعني خلي همك قول يا رب انا اللي انا اقدر اعمله عشان ما اقعدش في المشاكل دي، ان انا اخفف عذاب اللي حواليا، بان هم مثلا انا هقفل الفيسبوك وهنزل اساعد الجيران في ان انا اجيب لهم عربيات الامبيب بسعر رخيص، ان انا احل مشكله العيش، ان انا احل مشكله كذا اللي واجهك يا رب، مش عايز حاجه من الناس. لو اعملها الفجر ومحدش يشوفني، المهم انها تكون ايه، خالص الوجه لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.